احنا في هذه الوقفة، في هذه الوقفة الأسبوع الثاني الذي يمدده رجال ونساء التعليم حاملي الشهادات حاملي الماستر، احتجاجا على هذا الاستمرار في صم الأذان من طرف الوزارة. 4 سنوات من النضال، 4 سنوات من الاحتجاج، 4 سنوات من المراسلات التي راسلنا كجامعة تنظف التعليم فيها الوزارة للجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل لهذا الملف. اليوم هذا التمديد يأتي عقب الجواب الذي تلقيناه يوم الخميس في جلسة حوارية مع الوزارة حول الملفات المطلبية. لما وصلنا لهذا الملف اعتبرنا أننا لم نتلقى أي جواب. لماذا؟ لأنه لا يكفي فقط أن تعترف الوزارة بأنه هذه الفئة عندها مظلمة وينبغي ترقيتها وينبغي تغيير إطارها، وأن تعيد بذلك وأن تعيد بأنه سيتم العمل بمرسوم، يعني سيكون دائم، يعني ترقية وتغيير الإطار سيكون بشكل دائم وليس كمرسوم استثنائي عنده أجل محددة. هذا الكلام كله كان جيدا، لكن ما جعل الاتفاق في هذه النقطة مسألة غير ممكنة ومستحيلة هو أنه لم يتم تحديد أجل لتلبية هذا المطلب وتحديد أجل معقولة لخروج هذا المرسوم، لأنه جواب الوزارة كان مبنيا على انتظار غير معروف الأفق ديالو الزمني، انتظار لجواب الحكومة، انتظار لجواب القطاعات المعنية خاصة قطاع الوظيفة العمومية ووزارة المالية. وطالبنا آنذاك في طاولة الحوار أن يعطانا أجل معقول شهر شهرين على أساس أننا نجلسوا ونناقشوا مرسوم ديال الترقية وتغيير الإطار. لم يعطانا أي أجل، وبالتالي اعتبرنا أننا لم نتلقى حلا ولم نتلقى عرضا حقيقيا وفعليا من الوزارة، وبذلك فنحن نواصل النضال مع فئة حملة الشواهد حملة الماستر إلى أن يتم انتزاع هذا المطلب، مطلب الترقية وتغيير الإطار. أساتذة حملة الشهادات العليا حملة الماستر المطالبون والذين ندافع عن حقهم التاريخي الذي تم الإجهاز عليه كمكسب حق ترقية وتغيير الإطار، خاضوا خلال 4 سنوات أشكال نضالية قوية فيها إبداع. اليوم يستمر هذا الإبداع، يستمر هذا الإصرار في إبداع أشكال جديدة من النضال. اليوم الشكل ديال مسيرة الحفاة ونزع الأحذية عنده رمزية وعنده دلالة قوية، لأنك عندما تنزع حق الترقية وتغيير الإطار من الأساتذة حاملي الشهادات فإنك تنزع أحذيتهم وتدفعهم للمشي حفاة في مسيرتهم المهنية، كذلك فهم يمشون اليوم حفاة في مسيرتهم النضالية من أجل استرجاع أحذيتهم، من أجل استرجاع ترقيتهم، من أجل استرجاعهم لتغيير الإطار.